إذا مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في صباح هذا اليوم ملخص سجن أبناء القبائل ليوم الاثنين السابع من ديسمبر لعام 2020 16 انطلاقة آه لسن الثنايا من ثمانية كيلومترات والفترة الصباحية وكانت أشواطنا كالآتي مع أول الأشواط الشوط الأول الرئيسي مشاهدينا الكرام ذهب الهالي المدام مع وجود شرف حمد بن سالم بن سليم الكتبي قطعت المسافة في 12 دقيقة 50 ثانية وجزئية من الثانية، تهانينا والناموس وسلام إلى أهالي المدام سلام. بينما مشاهدينا الكرام الشوط الثاني حلت في هذه اللحظات أفكار سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري، حيث سجلت التوقيت الأفضل والأجمل 12 دقيقة 40 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس وسلام إلى راس الخيمة وسلام لاهالي الخريجة سلام. أما مشاهدينا الكرام الشوط الثالث حضر من خلال مياس سهيل بن عبيد المزروعي وانتزع الناموس ب 13 دقيقة واربع ثواني وثلاثة أجزاء من الثانية ليهدي هالي المرموم هذا الانتصار الشوط الرابع يأتي غيث وهالي السمحة على موعد باكتساب الناموس ثلاثة دقيقة و 57 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية حيث كان مالك غيث مصر بن عبد الله الرميثي على موعد مع هذه الأمطار الشوط الخامس نبدأ مع الأبكار وتأتي هملولة لراشد بن علي بلومية الكتبي 12 دقيقة 51 ثانية وجزء واحد من الثانية مهدي الناموس والانتصار إلى هالي الخوانيج الشوط السادس حسايس لمالك المطر بن محمد بن دحروي العامري انتزعت الناموس ب 12 دقيقة 51 ثانية وخمس أجزاء من الثانية وسلام مرغم سلام. أما الشوط السابع هنا يأتي مرحب من جديد يفوز بهذه الانطلاقات و13 دقيقة 4 ثواني جزء واحد من الثانية ثاني وناموس لمالك مرحب هنا في هذا الانتصار سعيد بن محمد بن فالح الشامسي وسلام زاخر سلام الشوط الثامن يأتي شاهين حمد بن علي بالخصم الاكتبي محقق الانتصار ب12 دقيقة و56 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية سلام إلى أهل الهير سلام عناوي سلام الشوط التاسع وعد زايد بن حمد بن علي العويسي حقيقة الانتصار في شوط المحلية الأصائل طلع دقيقة ثانية واحدة بالوفاء والتمام والكمال سلام وتحية يا العويسي على هذا الانتصار الشوط العاشر إعلان صالح بن بنية الهرفي البلوي انتزع الناموس ب 12 دقيقة 48 ثانية بالوفاء والتمام والكمال تهانينا والناموس والسلام إلى للمملكة المملكة سلام مشغل في الشوط الحادي عشر سعيد مخليه بن حميدان الفلاسي حقق الناموس ب 12 دقيقة 55 ثانية ثمان أجزاء من الثانية وسلام إلى العوير سلام. الشوط الثاني عشر هملول الهلال بن عبد الله الشيدي من صاحل الباطنة ينتزع الناموس ب عشر دقيقة وأربعة أجزاء من الثانية ثانية وسلام إلى السلطنة سلام. أما شوط الإنتاج نذهب إلى أنذار. مصبح بن سالم بن مخيت الكتبي حيث حقق 12 دقيقة و53 ثانية ستة أجزاء من الثانية ثانينا والناموس. الشوط الرابع عشر زعفران حمد بن سهيل بن خيرات العامري هي من استطاعت أن تحقق الناموس في شوط من أشواط الإنتاج 12 دقيقة و51 ثانية وجزئين من الثانية وسلام للمصانع الجنوبية سلام. المستشار في الشوط الخامس عشر هو من انتزع الناموس بهذه الانطلاقة وتحدي لأحمد بن سعيد بن مبارك الاكتبي حيث هنا كان شوط الختام مع محفل سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي 12 دقيقة 58 ثانية ثمان أجزاء من الثانية تانين وناموس وسلام لهالي الفوعة سلام إلى هنا نأتي إلى الختام شكرا لكم على المتابعة مشاهدينا الأعزاء طبتم وطابت أوقاتكم إلى اللقاء